شنو سي محمد مدير اقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء شتوكا انزكان. لان ككل سنه يعني احنا الوزاره ديالنا كتقوم بالتحضير ديال التدخل في الموسم الشتوي. البدايه كتكون غالبا مع مطلع شهر سبتمبر، كنوجدوا يعني الاليات وكذلك الفرق التدخل واستراتيجيه التدخل ديالنا والتواصل ما بين مختلف المتدخلين وكذلك التواصل مع المواطن. احنا عندنا هذه يعني كل سنه كنقوم بواحد العرض وكنلقيوه هنا على مستوى العماله وكنوفيو به كذلك الوزاره للمصادقه، وباش الا كان عندنا شي خصائص في شي حاجه كيتم يعني التعبير عليه عنه في هذه المناسبه وكنتوصلوا به. بالنسبه للتدخلات اللي كانت في هذه الامطار الاخيره، يعني كنقوم فقط بمباشره الاستراتيجيه اللي كانت التحضير ديالها مسبقا. الفرق كتكون عارفه مناطق التدخل ديالها والطريقه ديال التواصل كذلك كتكون محدده مسبقا، نقوم فقط بالتفعيل ديالها. الحمد لله هنا بالنسبه لنا ديال الشتوكا يعني اقليم الشتوكا، الامطار كانت الحمد لله يعني متفرقه في الزمن، ما كانتش يعني واحد مجموعه في الوقت باش تعطي يعني واحد الاضرار كيف ما هو الشان بالنسبه لاقاليم واحده اخرى. الحمد لله يعني احنا الاستفاده كانت تقريبا نقولوا 100% الحمد لله. يعني وبالنسبه للتدخلات ديالنا كانت يعني كهمات جميع مناطق الاقليم، كنا خاصه نحيدوا يعني ديك الاتربه والاحجار اللي كتتراكم على القارعه، وكذلك كانوا بعض نقاط الانقطاع اللي هي نقاط الانقطاع ديال حركه المرور بالنسبه للويديان اللي كتمر فوق القارعه ديال الطريق بالنسبه للمنشات اللي مازال العلو ديالها منخفض. الانقطاع ما كيتعداش ساعه ساعتين نظرا كيف ما ذكرت لكم، يعني الشتا جات متفرقه في الزمن على مدار الساعه 24 ساعه، الامطار كانت تقريبا متفرقه على مدار الساعه وعلى كذلك في بين الايام يعني الاربع ايام ديال ايام التساقطات ولا خمس ايام. الحمد لله يعني كانت يعني الشتاء فيها امطار الخير، كانت اضرار خفيفه، ما كانش شي اضرار هي بالغه كيف ما السنوات اللي قبل. الحمد لله يعني الاقليم استنفع بزاف، خاصة يعني الحمد لله يعني السدود ديال المنطقة ديال السوس كاملة عرفت واحد القفزة نوعية في يعني في المخزون ديالها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.